الجهاز وارد بالكاميرا تشوف المزاد يبغى يزين شوي الكار. قمت وقفلت بعدين رجعت الكار هنا. رجعت الكار هنا هنا يسار. يسار الكار. يسار الكار. لو أراد أن ينطلق يسار لازم يفتح لازم يكسر الكار يسار. بعدين يروح يمين. بعد الإذن. فأنا الآن وهو واقف. واقف بسندي. رغم متوقع في البداية كان واقف بسندي خلت وقف. وقف الكار باتجاه عقارب الساعة. وبعدين الكار بعكس عقارب الساعة. بعدين الكار باتجاه عقارب الساعة. بعدين الكار بعكس عقارب الساعة لازم يمشي. ليش يمشي؟ لأن حسست أن الكاميرات بيدي حتى وواقف الكاميرات بيدي. الآن وقف نفس الشيء وقف والكر يمين يبغى يكر يمين. قفلت يمين وقاف اليسار طبعا. ثاني يسار عشان ما يهرب. فجأة يعني ينقل الكر فجأة. فلو نقل يلقى مسكر الكاميرا الثانية. بس طبعا محسسه ان الكاميرا الكار هذه. الان بقفل هذه وبطلع هنا. ما يطلع ما هي مشكله. هنا كر يمين كر يسار كر يمين يمشي مشي. ولا ضرب ولا شيء. لان عارف اني ايش؟ متحكم في النظر. واقف 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 اقول ما هي مشكله. وقف بس الكر يمين وقف ترى الكر يسار وقف ترى الكر يمين وقف ترى الكر يسار وقف ولف يسار كثير كثير بعدين برجع يمين يمين. وقف خلي وقف بس اقفل عليه لا ارخي ولا شيء ماسك بس انه ايش عارف ان هذه هنا الكر هنا بعدين طلعت الكر هنا بعدين حطيت الكر هنا بعدين حطيت الكر هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين مشى بعدين مشى لطفته شوي خليته ماشي لكن يعرف في اي لحظه ان كر يسار كر يمين كر يسار كر يمين كر يسار كر يمين طبعا هو ممكن لما يلعب يلعب بالكر يمين فما يمديه يلعب لقد انا ايش؟ خافوا اني اقدر اغير فاي لحظه بيختل توازنه يعني كر يمين كر يسار كر يمين كر يسار عنده رغبه يروح يسار هناك هناك الباب فلفيت يسار بعدين فاجاته يمين فاجاته يمين رجع هو يمين زياده ما قصدي يبغى يروح يمين بس يبغى ياخذ الكاميرا يبغى ياخذ الكاميرا رحت وديت يسار قال والله لو تروح الكاميرا يسار يا سلام قلت لا خلاص يمين قال اجل باخذها يمين رجعت يسار لاحظ الحصان مقوس صح؟ هل لان يدي قويه مثلا او شيء؟ ابدا لان قاعد يتبع الكاميرا عشان يسرقها رحت يسار شوف 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 انا رحت يسار هو عنده رغبه يروح يسار بس هجات يمين رحت يمين وقف خليه يوقف خليه يوقف ورحت يمين زياده شوف اختل توازن عارف انه لو اخذ الكاميرا بيختل توازن الان بمشي مره طبعا لما يسار رجعت يمين ويبغى يسرق قبل ما يسرق جسمه يسرق ايش؟ التوازن العصبي الكريفري البصري بعدين يستطيع انه ياخذ الجسم فانا متحكم بجسمه عن طريق التحكم في نظره لاني احاول انزل راسه تحت شوي اساس يحسب الكاميرا تحت بس اقول اسحبها الكر باتجاه عقارب الساعه بعدين يجي عندي ماسك انا باتجاه عقارب الساعه قفلت وقلت بعكس عقارب الساعه شوي وبعدين رحت هنا احاول طبعا الان شوف راح عز رجلينه كيف صايره يحاول يسوي مناورات ان ياخذ الكاميرات الى الخلف لو رجع ورا يمكن ياخذ الكاميرا فيشغلني بطريقه وبعدين لما ارجع معاه ورا يروح يتقدم قدام فانا مسكر الان يمين رجع يمين زياده رجع يمين زياده قفلت وبعدين رجعت يسار فانا ما ضميت الحصان انا ممكن ارخي ما عندي مانع بس هو اللي راجع هو يحاول يهرب مني الى الخلف التقويسه هذه كبدايه كبدايه هي محاوله للرجوع الخلف شوف لاحظ الان ماشي يمين شوف الكاميرا اليسار يبغى يروح يسار يبغى يروح يسار فانا دقيت يسار يمين يسار شوي بعدين رجعت يمين شوف يسار بعدين يمين اصبح خلاص صرت اتحكم فيه شوف 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 خفض خفض ورايح يسار رحت معاه يسار رحت معاه يسار بعدين جبت يمين رحت معاه يسار بعدين جبت يمين الان بحاول اخذ لفه لفه مستمره بدون ما يلعب ولا مو هو اللي يلف هو انا اللي الف ولا اساعده اقول بلف طيب يقول لي ارخي عشان الف لا لا ابغى الف وانت ماسك بنفس الكاميرات يقول طيب فك الكاميرا دي عشان الف لا لا تلف راح تلف راح تلف شوف لحظه اللي رغم اني الف يسار بعد مره تقفل اليمين نلف يسار بعد مره تقفل اليمين عشان لان فتحت الكاميرا اليسار ثم ارجعها انا واقف 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 ودي اروح يمين طيب تفضل روح يمين روح يمين بس ما راح يروح يعني كاميرتي تبغى تروح يمين انا بسوق شوف لاحظ شوف 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 رحت يمين رحت يمين ماسك مقفل كاميرا يمين بس طبعا كره هنا بس انا قافل الكاميرا الساعه برضه
الآن قفلت هنا نتكة بسيطة، وديته هنا. ما يقدر يا ريت سبحان مسخر، لأني أنا ماسك ليش الكاميرا بإذن الله. فأنا الآن ما أعلم الحصان كيف يخب أو شيء، أعلم الحصان إني أنا أبغى، إني أنا أبغى يمشي بسندي، ولا حركة ولا أي وضعية إلا بسندي، بشكل فروسي طبعا. ما في قوة هنا، هو راجع، هو أصلا راجع إلى الخلف، يحاول يهرب إلى الخلف. فأنا الآن مثلا وين قاعد أطالع لين؟ أحسس إنك قاعد تركز حصان يسار. طيب يلا يسار، ركز يسار، بعدين قلت تعال ركز يمين. مو لمجرد شديته هو صار خلاص، هو عرف هو فهم إن اليد اليمين تابع التركيز، فصار يتابعها. يعني أنا تابع التركيز، وبعدين صار هو يتابع إيش؟ تركيزي. الآن الحصان قاعد يطالع يمين، مركز يمين، فحسسته إنه يمين، دققت على الكاميرا برضه، خاف من كاميرتي. ما يستهتر، ما يحرن الحصان إلا لأنه إذا كان خلاص الكاميرا في الفاضي، هنا يعرف بالضبط إني قاعد أطالع وين. بالضبط يطالع الكاميرا يمين. كاميرا يمين. كذا عشان كذا يمشي. لو بغى يشنع الله يكفر الشر الآن، لو بيشنع شنع عقلي. كم مرة شنع تشنيعة خفيفة بنفس الكاميرا حقتي. بالتالي ما يختل توازني، لأنه شنع بسندي. فهو يعرف الآن إنه لو يشنع راح يشنع بسندي وممكن يطيح. أو بالأحرى يحس إنه ما راح يتحكم في يعني وزنية التشنيع بصورة. لما ينزل راسه معناته هروب من الكاميرا، يغير نشان الكاميرا. عندي مشكلة ينزل بس أو يرفع أو كل شيء، بس أوقع على أي تغير. كاميرتي بس. أنا ما أطلب منه يرفع ولا يرفع، كل تبغى تنزل راسك. أنا أهم شيء كاميرتي. فهنا يبدأ إيش؟ يبدأ يتحسس إيدي بعد فترة، ويصير يحترم اليد، لأنها بالفعل قصة جرت الكر في كل جزء من اللحظة. الآن كر يسار، كر يمين، كر يسار، كر يمين، كر يسار، كر يسار، يسار يسار يمين. تبغى يروح يسار، يبغى يروح يسار، يبغى كر يسار، كريت يسار بعدين كريت يمين، راح يمين، كريت يسار، كريت يمين، كريت يمين. عنده إذا كر يمين كر يسار. كم شوف، إذا راح تدش يسار رحت يمين، إذا زاد يمين سحبت يسار، إذا رحت يمين. لو لعب راسه هون راح يمين أقول كر ثم بعدين أرجع هنا. لما خفض السرعة كاميرتي، زاد السرعة كاميرتي، نزل راسه كاميرتي، وبعدين بعد كل تنبيه أغير الكر، قنص يسار قنص يمين، قنص يسار قنص يمين. لما هنا لما جيت قنص يمين قال يمين، زاد اليمين، يبغى ياخذ الكاميرا، زاد اليمين، قلت له تعال. هو اللي قصر الان، بعدين قصر اليسار. هنا عادي لما قصر اليمين هو قصر يسار، قصرت اليمين، بعدين قصرت يسار لانه هو قصر العنان. اذا العمليه انا هنا ما حشرته بالعنان اطلاقا، هو اللي حاشر نفسه ومرتاح الحصان. تقريبا حتى الان اللعب سليم. لاحظ الان هو يبغى يروح يسار، شوفوا. اروح معاه يسار، بعدين ارجع يمين. كر يمين. خصوصا لو رمشت، لكن بقية الأمور أتحسسها، أشوف شدة فأغير. دائما أأكد الكاميرا إن وين الكر. مثلا قلت الكر يمين، بعد ما أقول الكر يمين شوف الآن يبغى يرجع، شوف يبغى يرجع الكاميرا اليمين. يتصور إن الكاميرا تحاول قدامه في فائدة، بيرجع ورا. لو رجع هنا برجع وبجمع الجهة الثانية عشان ما يصير في تنسيق في الجهة الثانية. إذا أنا جمعت الحصان يعرف إنه مسوي شيء صح. هو قصر اليمين، بعدين قصرت اليمين، بعدين اليسار. لكن لو بديت في تقصير هذا أو إرخاء هذا، يصير العملية ممكن الحصان يلعب أو يتضايق. فهو الحصان ما يتضايق من إنك تضمه بالعنان، يتضايق من إنك تعسره بالعنان. فشوف الحصان الآن جالس، يحاول إيش؟ أي حركة في الرأس محاولة إيش؟ في إنه إيش؟ يلعب بجسمه، يحرر جسمه عن طريق تحرير الكاميرا. بس سبحان مسخر، الآن الحصان يطالع يمين، شوف يسحب مؤدب. طبعا أقدر أخليه يمشي بسرعة، بس أبغى أشوف شو وراه، أبغى أحسسه. يعني ما هي مسألة إنه هنا في فرق بين إنه يحرن. يمكن واحد يقول لك خليه يحرن، أضربه. لا، من قال إنه حرن؟ هو الآن معي، هو حارم بنمرة اللي أبغاه. شوف يمين مو بيمين. طب الآن حرن يسار، شوف
اقدر اتحكم كاميرا. هو يدري اني الان مش حارين يمين الان؟ مو حارين يمين الان؟ مو حارين يمين؟ طيب انا بلف لفه كامله باذن الله يسار. شوف 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 يسار. ولا يقدر يلعب سبحان مسخر. طبعا الحصان هنا سبحان مسخر اذا حس انك باذن الله شغلك مضبوط غريزيا يطمئن ويثق يحترمك. شوف الان الحصان خليته يروح يسار، بصرف النظر على يسار، كاميرا يسار، كاميرا يسار، كاميرا يمين. هنا رفض سحب، يوم قلت يمين راح جاك زياده يمين. قفلت بعدين قلت يسار. خليه يرتاح شوي، ما يهم وش لاحظ في فرق بين الحصان يحرن وانا فاك البرنامج كله، لا انا شغال والكر يسار، طاقة الكرية باتجاه عقارب الساعة. الآن بعكس عقارب الساعة. فلاحظ لما يحرن الحصان ما ترخيله، تعزز ايش؟ تعزز الطاقة، الطاقة يمين، شوف كار يمين صح؟ اقفل هذه، اقفلها، واديك يختل توازنه ويمشي. بعض المرات تحاول تلطف على اساس اعصابه ما تتحمل. لاحظ الان شوف بكر يسار بكر يسار بكر يسار بعدين بروح يمين. ليش ما هو عنده رغبه ليش ما ينطلق يسار؟ لان عارف انها كاميرتي، لازم يتاكد انها كاميرته. الان رحت يمين وقف دقيته دقه راح الدقه هنا يعني ايش اللي خلاه ايش اللي خلاه يمشي؟ ايش اللي خلاه يمشي يوم دقيته؟ يوم نتقت هل يعني يخل توازنه؟ كان يقول له ترى بطيحك كاميرا بيدي. الان شوف لاحظ ترى هو عنده الكاميرا ترى رايح يسار، واضح انه رايح يسار زياده. واضح انه الان يحاول يسحب الكاميرا. حاول يسحب الكاميرا بطريقه يلعب مثل في اللعب نظيف. فانا ايش اقول له؟ طب انا بروح يسار. طب ليش ادق يمين؟ لاني اصلا صادف لما حرن ان الكاميرا هنا. فاقول لك كاميرتي بعدين ارجع اروح يسار، ما هي مشكله. الان هو رايح يسار، واضح انه رايح يسار. فقفلت وبعدين رحت يمين. طبعا اشارات الاذان ادق لكن ما راح يعرفها الا بعدين لما يصير في لغه بيني وبينه يقدر يعطيني اشارات خلاص يطمئن. الان يحاول ما يكشفني الكر بس انا اتحسسه. المهم اني احسس الكر، اقول الكر يمين الان. مثلا تغاني بخليه يمشي؟ الان بروح يسار صح؟ بطلع قدام مع هذا ادق هنا يمشي. ليش؟ الضغط يزيد. كر يمين كر يسار 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 كر يمين. دائما اذا صار فيه مكان مستفز الحصان او خايف او متنرفز ويبغى يفسق او شيء دائما كر يمين بدون طبعا ماني انا ما مسكت رقبته الان. هو يعرف اني ماني ماسك فكه وعارف عشان كذا ما استخدم قوه. كر يمين طبعا ما هو اقول كاميرا اليمين يعني اتجه اليمين لا يمشي بخط مستقيم بس الحصان دائما كر اما 11 زي كذا الان او 11 وحده او 11 تقريبا او على الاقل بصرف النظر 11 او واحده. المهم الكر الان باتجاه عقارب الساعه، الكر بعكس عقارب الساعه بصرف النظر عن الراس. فانا ماشي الان الحصان هنا هو عارف شو يعني التوجيهات هذه ما توجيه تحديد الكر هو عارف المطلوب هو عارف المطلوب اني ابغاك تروح خط مستقيم عادي. اصلا البرنامج يصير شغال خط مستقيم. الان لما يلعب راسه يبغى ياخذ ايش؟ يبغى ياخذ ايش؟ يبغى ياخذ كاميرات. الان كر يمين. لاحظ كر يمين ما اقول لك توجه يمين. ما اقصد اقول له توجه يمين. اقول لك كر باتجاه عقارب الساعه بصرف النظر. هنا شوف الان رغم اني رايح باتجاه عقارب الساعه الا اني ايش الكر بعكس عقارب الساعه. الطاقه. يعني في شدات للتوجيه وفي شدات لتحكيم لتحسيس الحصان ان الكر يمين او كر يسار، كاميرتي بعدين مشيته. هو لازم يوقف ويقول كاميرتي، شوف يعني يبغى كاميرتي يسار. قلت هذه كاميرتي بعدين رجعت هنا. قال هذه كاميرتي، قلت هذه كاميرتي. اذا وين النتيجه تكون؟ زي بالضبط محاوره الكره الله يشرف الخيل. فالكره الان يسار، معي الكره يعني ممكن يحاول يقطعها. يحاول يقطع الكره. كرتي بعدين رجعت. كرة يسار كرة يسار كرة يسار كرة يسار كرة يمين كرة يمين كرة يسار. كرة يمين كرة يمين شوف لحظة أبغى أروح قدام وقاعد أقول لك يمين شوف شوف إذا أنا أستمر كذا إلين أكد لغريزة الحصان إني عارف كيف أتحكم بالغريزة هذه.